يا حوشك ما تأمنش راسك شرف في صريفي تكتك النقوبي نقوبي دراهم كاع في كرشه ومين نهضر معاه نقول النقوبي عيب عليك قولي ما كان ناقه خلق وزيد الحاجه راه كاري سكنه فيها واحد المصري وفيها واحد سليمان وفيها السوداني مانيش عارفه يا طالب مانيش عارفه حاجه اخرى وهذاك المصري يجيب اصحابه قاع الليل العنب 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 حتى وليت عندك العنب نومه في الليل والمعلم يجيب البزاوز هذا اللي كوليش في دارك وهذيك شريفه يا وش تعسس داليا اللي بات رايح جاي هاك قاع الليل وقاع النهار وخوها هواريك الزربوط وهذاك الطوني بن طوني اللي طنطه شالها القلب قاع هو فوق السطوحه تقب علينا قاع السطوحه مع الحمام ومين نهضر حزين يقول لي تيا ما كان ما دخلك هيا قلبك لعني خويا هاي آه يا يا اسمعي الله يرحم الوالدين بارك الله فيك اللي قلتي لي كيما هكا مي جو با اونتوندر هادو لي زيستوار جوستومون راني كلبت الهواري غدوه ان شاء الله مع ولدك باش نشوفوا هاد الحوش كي راه وهاد الحوش تاع باتريمون باتريمون ارجيريان كاع الجزائر تسمع بهاد الحوش فهمتي ولا هذا ميتي هذا قالوا لي عليه باش نبيعه باش يديروا لهم متحف قلت لهم لا على خاطركم انتوما سمع مشويركم رايحين اخويا كيما ورا رانا رايحين رانا كارين هنا حنايا انت شكون انت انا الاستاذ سليمان وهذا طالب سوداني ومعانا مصري استاذ سليمان وطالب سوداني واو. معكم تاني مصري واو. صاي صاي راهم هضروا لي عليكم واه قول لي اسمك الله انت اسمي احمد احمد مرحبا بك يا سي احمد مرحبا بك سوي لي بيافوني سي حوش حزيم انا حزيم متشرفين بك هاي وعلى بالك بلي غادي نلعبوا عندكم ان شاء الله هاي وان شاء الله نربحوا ان شاء الله قول لي يا احمد نعم اسكو بوسيبل دير لنا كلكو تخنتيشه هكا تاع كتاب صغير باش ان شاء الله تعذر تاع باش نربحوا ان شاء الله عندكم في السودان بصح هذا سي حازم هذا طالب سوداني طالب في الجامعه جيستومون طالب في الجامعه هما عندهم خط مليح على بالك ما في مشكل ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ولكن كيف اخذ الكتاب الى السودان لا خطاك شي انت اكتب لي كتاب يكون مطرطق تاع الزهر تاع نطلعوا لك وبديمون تاع ما يربحوناش فهمني وانا ينضبر راسي انا غادي نديره بالعربيه مين تبدا البارتيه تاع البالون راك تفهم شنو نقول نعم نعم هاي ولا ما كانش نهضر لك بالفرنسي بفهم صعب بفهم انا اخذ الكتابون واديره له مور التلفزيون بصح باش نكونوا سور انا تبان لي نديروه في الديمو في الديمو الكتاب نديروه في الديمو واه وباش ما نزيدوش نهضروا ثاني واه نديروه في الروتور نعم نعم وما كانش كاع الهضره مورا هذيك الهضره نديروه في القصعق وي ولا بغيت نرقدوا هانيين ديريكت بلي انا رابحين تاع بصح ان شاء الله هاد اليومات عندي طلعه في الساتيليت نديها ديريكتومون في الساتيليت بونيدي ديره ديريكت في الساتيليت من الساتيليت يجي عند الاخر وحنا المركوبون ان شاء الله ان شاء الله يا احمد سوي أيوه. يا فيني طال في روحك تربحوا ماشي المصري اللي راه كاري مع الجماعه ايوه راه كاري هنايا ايوه مع سليمان والسوداني ياك ايوه مرحبا مش انت حزيم ايوا انا هو مول الحوش لو باترون جو سوي سي لو باترون ذاك حزين الحمد لله لاباس الحمد لله انك كويس اش قلت عليها على البارتيه تاع مصر مع الجزائر في الخرطوم ان شاء الله بنصح الكفاءة والحياة نعم هي بالحقيقه احنا خوت ايوا وحنايا عرب ومسلمين ربنا يخليك اش هو ما نديروش على هذه الهضره هذه اللي راهم نربحوا ما نربحوا هذه كره القدم ان شاء الله احنا مالنا احنا ان شاء الله دي كره بس هذه كره بس احنا شعب كويس وشعب يعني ان شاء الله بعون الله احنا كمان بنحبكم كويس وبنعزكم والله احنا نبغوكم من بكري الحق عربي نبغوكم احنا بيننا موده ورحمه
ان شاء الله يا ربنا خلي تربح خويا تربح راهم تمك راهم قدام الشمره ربنا خليك ربنا خليك ربنا خليك ايها المواطنون ايتها المواطنات راه يقولكم السي حازم دوري لا ماشي واه حسام وهذا الرينيو علاش باش يشوفوا الامور نتاع الحوش الحوش هذا راه اون ديزور ايها المواطنون ايها الكريون ايتها الكريات واللي راه مخلص الكراء تبارك الله واللي ماشي مخلص اي كارتك ولايتك اللهم اشهد باللي راني بلغت ايها المواطنون شيخ فوزان علي لبلالي لبلالي ويا الخلاوي المتالي بون هادو هما كاع لي فوازين لي فوازين هادو هما نورمالمون سي حازم هادو هما الكرايين والكرايات وكان اللي ما نجموش يجوا شوالا نبعت ولادهم بالنيابه عليهم هما الكلمه راهي ليك سي حازم تفضل بون اولا راك تضحك ها الجن ها بون بور لا بروميير فوا جو دي بسم الله الرحمن الرحيم بيان سور سي كوم سا واللي عنده شي كلمه يتفضل انا ما غاديش نهضر غادي تهضر بما حي 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 المندبه كبيره والميت فار هاد الهضره انا سمعتها في قرون قالها السي ناغوبي والقبو راح انا مادا بيا سي حازم لكان بصح تشد في كلمتك وتسقد لنا الحوش مادا بيا تقعد هنا ودير لي انا وراجلي دار في السطح اسكت ضيق علينا تفضل سي سليمان انا ساكن في دار وحده قتلنا الميديتي الاحتباس الحراري راه عندنا الفوق حنا رانا مغبونين انا خويا ما عندي ما نهضر انا عندي خويا هو لي هو متكلف كل شيء ايه ومين ما عندك ما تهضري ياه وقلتي الهواري بعد سكتي خير تفضل سي السوداني كلامك كله صحيح تفضل يا ولدي تفضل عمي حازم خصنا شويه ورد في الحوش راه غير السيمانه غير البيطون باهي ندير لكم هنايا جاردان بيبليك ولد من جاي دابور ولد من في الثروازيام عمي حازم الثروازيام بون وانت سي سليمان كاع هاد الهضره هادي اللي هضرتها ماذا بيك كتبها لي فاريكري فهمني وانت قدور مصباح وانت يا رافد صبعك باش تهضر يا على فان كونت قلت لي يا ودي ما تهضر وانت بغيتي تسكني في السطح مادام باغي نبنو لها في السطح سي 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 وقتك واسع طيب خليني نهضر معاكم ونكمل معاكم باسكو عندي صوالح غادي نبشركم بشرط الخير ان شاء الله قولوا ان شاء الله ان شاء الله راه عندكم عين ما تخلصوش الكره غادي نبدل الحوش ونسقم التيوية تاع الحوش وعين ما تخلصوش الضوء وعين ما تخلصوش الماء وزيد بزيادة غادي نقول لكم بلي من اليوم من هذا القيس اللي غادي يولي مونداتير تاع الحوش ويحكم في الحوش وانا يراني جيتا في الغربة وهو مسيو من بعد نقول هاي يلا كيراك يا نورا صباح الخير شريفه صباح في غايه في غايه الحمد لله صباح استقيتي مني بغيا خالتي فاضي انا راهي هنا راهي هنا واه ميمة تكلمي شريفه يتحوس عليك كي غايه صباح الخير خالتي فضيله صباح الخير شكايتي واك جيت نطلب منك السماح واك انت مراك بيرا غلطت معاك شي ميمة جات تطلب منك السماح صباح الخير صباح الخير بنتي خير وانتي بنتي وانا نزعف منك وكاع ما نزعفش منك انتي بنتي وهذه بنتي وانتوما كاع بناتي كي نزعف منك انت يا نبقى والو ان شاء الله خالتي فضيله واه غادا من ربي جابك غادي تدخلي معايا للدار نعطيك لك ساعه تاع السطح باغي باغيه ندير شويه فال باغي نفتح شويه طعام باش ان شاء الله اللي يمكن نلعبوا ونربحوا على راسي وعيني يا خالتي فضيله هيا دخلي معايا دخلي باش تطلعي معايا يا ربي هاد الفال درتها في وجه الله درتها على بلادنا وعلى اعلامنا وباش نربحو يا ربي اللي باغي وليداتنا يربحو ان شاء الله
راني باغيتك يا سعدان تجيبها في